السلام عليكم ورحمه الله، واسعد الله اوقاتكم بكل خير، ويا اهلا وسهلا فيكم معنا بحلقه جديده. معاكم كابتن عبد الله ومدينه. الحلقه هذه حتكون انطباع مباشر لانمي هجوم العمالقه الموسم الرابع والحلقه التاسعه، فخليكم معنا. يا اهلا وسهلا، قبل ما نبدأ الانطباع وقبل ما نبدأ الحلقة حاب أرد على تعليقين كده على السريع. التعليق الأول اللي هو عن بيردولتو، اللي أنا الموضوع اللي اتكلمت فيه اللي هو التحول الخاص بالعملاق الكبير اللي كأنه انفجار. في ناس قاعدة تقول أنت والله شكلك ما أنت مركز، أنت ما أنت متابع، ورونا في الحلقة مدري كم في الموسم الرابع أنه ترى بيردولتو يقدر يتفرج. إحنا عارفين هذا الشيء يا جماعة، أنا كلامي كان واضح، أنا كنت أقصد الحلقة الأولى في الموسم الأول، ليش بيردولتو ما استخدمها فقط، هذا كان سؤالي وكلامي مرة كان واضح. على العموم أنه يعني بعدين اتضح لي في واحد من الشباب يعطيه ألف عافية، ووضح لي أنه بيردولتو أصلا في الأساس ما كانت خطته بأنه يقتل البشر اللي هنا، كانت خطتهم هو وراينر وآني انهم يجذبوا العملاق المؤسس، فما كان خطتهم من الاساس انهم يقتلوا، مع العلم انهم اصلا قتلوا ناس كثير، بس ما كان خطتهم في الاساس القتل، كانت خطتهم بانهم يلفتوا انتباه العملاق المؤسس عشان ياخذوه ويطلعوا. بس بالنسبه للنقطه الثانيه اللي هي راينر كيف عض يده وتحول، يا جماعه والله احنا نعرف بانه لازم اي واحد بيتحول انه ينجرح باي طريقه ويكون عنده اراده ويتحول، هذه احنا خاصين منها وعارفين فاهمين الشيء ده. انا كان سؤالي برضو واضح انه ليش راينر ولهذه المرة انه تحول بدي الطريقة انه يعط يده، وليش ما شفنا اي احد ثاني غير ايرين انه يتحول بهذه الطريقة؟ هذا كان سؤالي فقط. فكان مقصدي انه اللقطة هديك هل هي مقصودة ولا بس انه والله ما لقى سكين وخلاص عاد يده ومشهد عادي وراح وخلاص؟ لانه احنا يا اخي حتى لما راينر ورونا في الحلقه الاولى في الموسم الرابع لما جاي بيتحول قطع يده بالسكينه، لما نقز من الطياره قطع يده بالسكينه، طب لو انه يقدر من اول يعض يده ليش لازم السكينه؟ كان عض يده تحول. هذه بس النقطه، ما كنت اقصد الطريقه، كنت اقصد الفكره ليش ما جاته من البدايه، فليش جاته للحين؟ بس هذا هو. بالنسبه للكلام اللي بتكلم عنه اللي هو الحلقه اللي فاتت، تمام، قبل ما ابدا الحلقه اوضح كم شغله على السريع. يا اخي ارامين اعطى ايرين نظره اول مره يعطيه هي في حياته، شفتي كيف ارامين كان لما دائما كل مره يشوف فيها ايرين مره ينبسط ويفرح ويتحمس، هذيك المره لما جاي بيطلعه من على الطياره اعطاه نظره سوداويه مظلمه كذا، نظره اول مره يعطيه هي ايرين كذا، نظره خيبه امل فاهمه. فيعني عارف لما تتصوري انه كيف الناس كلها ضدك حتى اقرب الناس تعطيك النظره هذه، يا اخي صح انه احنا مره زعلنا على ساشا، بس كمان يعني ايرين مره وضعه وحاله مره يزعل. يا اخي كيف انه الناس كلها بتطالع فيه بتدي النظره هذه اللي خيبه امل فاهمه، كنظره مره سلبيه، طحت من عيني. ايوه انك مره انت طحت من عيننا ترى يا اخي، انك انت تاخذ النظره هذه، بس يعني اللي انت بتسويه ترى ما هو لك لنفسك، يعني للبشريه وللمجتمع الالدي بالكامل. فعليا ايرين مره يحزن كان في الحلقه هذيك لو انكم ركزتوا، يعني لو اوكي يعني الموضوع كان مره يدور حول ساشا، لكن برضو كان ايرين في ذيك الحلقه ورونا انه قد ايش انه قاعد يمر في شيء مره متعب وضغط نفسي مو طبيعي، وصار عنده تخبط، والولد يا اخي يضحك، شفناها احنا اللحظه هذه اللي كانت في الحلقه كانت في الموسم الثاني، كانت في الموسم الثاني لما كان يضحك، بس الضحكه حقته مو انه ضحك وهو مبسوط، ضحكه انه خلاص اتجنن، انه كيف لما قاعد يقول انه ما في شيء راضي يضبط لما مو قادر يتحول، فكرتها. فنفس الشيء انه قاعد يضحك لانه فاكر انه كيف ساشا مره كانت تحب اللحم، وانه يا اخي مره مقهور لانه يا اخي يحبهم، وما يعني ما كان يبغى الشيء ده يصير. يا اخي ايرين يعني في ناس اللي قاعدين يقولوا والله ايرين صار شيطان وشرير وما ادري، ايرين ترى ما كان يبغى يسوي زي كذا وما يبي يوصل لهذه المرحله، بس يبدو انه ما في طريقه غير هذه. ف الشيء الثاني كلمه هانجي لايرين
على قد ما انها صحيحة على قد ما انها مرة تعور. لما قالت له انت استغليت الشيء ده بانه احنا حنيجي ونساعدك وانت عارف ده الشيء، كل ما احد يمسكك العدو احنا نيجي ونساعدك، انت استغليت هذا الموضوع لانك انت واثق فينا لكن احنا فقدنا ثقتنا فيك. يا اخي الجملة اقسم بالله مرة تعور. تخيلي احد بيقول لك اياها، تخيلي احد انت يقول لك اياها، انت واثق فيا بس انا ما عاد صرت واثق فيك. يا اخي والله الجملة هذه مرة تعور، مع انها صحيحة بس مرة تعور. الحلقة كانت مرة مليانة. زيك كيف جاء معاهم؟ جابي يا اخي، جابي على قد ما اني كنت عاذرها على قد ما اني كرهتها في ديك الحلقة. كنت مرة بعطيها اعذار وبقول حرام صغيرة ومتغذية على الافكار، كرهتها بشكل مو طبيعي يا جماعة بعد الحلقة هذه. والله مرة مهاي طيئة، خليها تسرح. على العموم كده أنا خلصت كلام، خلينا نشوف الآن آخر شيء شفناه إنه جابي وفالكو. فالكو أنا والله حزين عليه يا أخي، ما له شغل الولد، متورط مع جابي والله صراحة. فخلينا نشوف الحلقة ونشوف إيش اللي حيصير الآن بعد ما جابي دخلت الطيارة معاهم وبعد ما ساشا توفت. فا يلا نبدأ الحلقة. يلا. كيميو، كونا كوتو كيكا سارتيم كومارتو موكيدو. الصوت عالي ليس. 3年前のあの時、あの時ならまだ 何かを変えられたかもしれない. أوه، قلت أتسنيش حورم. أوكي. 隊長、戦艦隊が上陸して2時間。元佐藩が来て。ハディス・サフィーナ。リアルセルハゼ。もう一回来るか、その、サフィーナ。次は、ロンの、その、処理をはじかぶ。ウィアカスアクマの島。リカーズ、ハッパレヘ。としても、その実態を周りに持ち帰ることだ。ウフ。ウェル。طلعها من البحر. هو مشى السفينة؟ ويل. شايل سفينة والله، ولا كانوا شايل شيء. هانجي أكيد صح؟ بالعكس أنا مرة أحب هانجي. ترى انه السفينة اصلا اللي ارسلها زيك من اول، يعني عارفين ترى انه احنا حنقابلكم وخلاص معاهم من يوم ما شفنا انه زيك طلع معاهم، فشكله حتى اللي ارسلهم دول تبع زيك. الشيء الثاني اللي كنت بقوله صراحة بالنسبة للحلقات السابعة والثامنة كان التصوير مرة متحسن، فنتمنى انه كمان يعني التصوير يكون في حلقة عادية نفس الجودة او حتى افضل. متطوعون شجعان. でかい女、仲間を撃ち殺しやがったぞ。一体何が目的なんだ。
であれ味方であれ信用できないのは確かサーシャ寝ないででも話し合うことができて情報が手に入るなんてとてつもない幸運よーアーロメンシャクラオサヘイルです敵の情報を阻止してきたのは空戦だ周りがこの星を逃げればこんなもんじゃすぐなんとか死ねとلأنهم أول مرة أشوف أسلحة زي كذا ما عندهم هم أسلحة زي هذه أصلاً. ما رهين كيون سوبي دس. كوكو سينلوك نمو تشكرا وصوصي ديماس. كوكو. بيبي تنجان ايو. نامي رانيو دارو. يوصلني. أمي يا كابي هو كوي. تيكي يا سورا كارا غاوريو إيدو هيكي نو كوتو دس. سورا كارا كورنو؟ هاي. ってマーレ様が少なくとも1年間まともに攻めてこなかった理由って何主に理由は2つ1つは島に放った無垢の巨人が最新鋭の兵器をもってしても未だ上陸困難な障害であること、うん、マーレがエルディア人を壁の中に幽閉するための政策でしたが逆に進軍からエルディアを守る存在となっていたのです、うん、らしいねそいつは笑える。しかし、もうすぐ夜が明け。二つ目の理由は、現在マーレは複数の国と戦争状態にあり、パラディ島どころではないというわけです。あなた方はマーレが誇る戦士隊を打ち負かし、さらに超大型巨人や女型の巨人といった主力兵器を奪った、うん。マーレは敵の多い国ですので、導かれるまではジーク、さあ、マーレは世界の人々が悪魔と呼んで恐れる巨人私には全く別のものに見えた神です無力な私たちに希望を見せてくれましたシャーブルディ私たちはジーク・イエーガーの命を受け上官を撃った反マーレ義勇兵ですオフその目的は全エルディア人の解放ジークイエーガーの要求は以上です全ては生存が危ぶまれるエルディア人の救済をもロンガイそんなバカな話に乗るものだ相手は巨人の巨人だぞ長子村の村民を巨人に変え壁内を恐怖に陥れ調査で戦略寸前まで殺戮した超本人がそう抜かしたのか奴らの目的は終始一貫して始祖の巨人の奪還、okay. 力づくがダメなら口はちょ手はちょ尽くせと言わんばかりだなそれは敵さんも承知のはずまずは団長殿の話を聞こうではないかテキシスジーク曰くエルディア人の問題を一挙に解決する秘策があるとその秘策を行う条件として必要なものが始祖の巨人と王家の血を引く巨人二つが揃えば世界は救われる。おお、できるできる。ええよええよ。その秘策を明かせるのは条件が揃ってからだと。聞くに耐えん。はい。本当低く見つけられたものだな。ウラン。それは本当です。思い出したんです。俺が一度だけ始祖の巨人の力を発動させることができたのは、王家の血を引く巨人と接触した瞬間でした。オラガルラン、カラス。その巨人は父の妻であった。ダイナ不立に違いありませんダイナの息子であるジークは解明したのでしょう不戦のちぎりを出し抜く術を我々エルディア人に残された唯一の希望を壁に潜む幾千万もの巨人で世界を踏み潰す地鳴らしの発動条件をお前どうして今までそんなことを黙っていやがったヒストリアの身を案じたからです俺の不確かな情報で巨人にさせるわけにはいかないとこちら第二次調査船だよかった船が助けてずっと助けるわーしょけっはだよ船に15のアサクト我々の規模か安心しろ二隻の調査船で向かっているおーい無事かもう大丈夫だぞおお。オーストラリアの目の前に。
慣れた悪魔の汚らわしい島へようこそ。大丈夫。ハハハハ。上陸許可は下りない。悪いが泳いで帰ってくれ。あの頃は楽しかった。ところで、おにゃんぽこんは何で入るの？あ、わからん、人は。俺たちを作ったやつはこう考えた。いろんなやつがいた方が面白いってな。君たちユニオンの神も同じさ。俺たちは求められたから存在する。誰が僕らを作ったの？レイシス。ユニルに力を与えた存在、神だよ。シャクラフレラハドル。そう考えるやつもいる。考えるだけなら自由だろ。シリーズルマス。لا حلو والله حلو. كيف يوروك انهم كانوا مغيبين عن الدين والاله من اول جاء يعني هذا قاعد يشرح لهم. اول مره يشوفوا واحد بهذا اللون. نيكولو は周り料理の達人なんですよ。やなら食うなよ、エリージ。お前らの食い食わせてやる。うぅ、ビスミラー。サーシャーの خبل يا اخي。食い方しやがって。まだまだあるからゆっくり食え。このままユレナたちの作戦通りに進めていいのかな。何か問題が？本当に地ならして世界を脅すことでしかエルディア人を守る術はないのかなって。それじゃ本当に世界を恐怖に陥れる悪夢だ。そうなる前に話し合えないのかな。周りや世界中の人と話し合って誤解を解けば。誤解？誤解って何のことだよ。だから僕たちは怖くないって。世界から見れば俺たちは巨人に化ける怪物だ。そこに誤解はないだろう、うん、そうだ。時間を稼ぐためには手出しできねえようにしてやるんだ。本当に僕たちは正しかったのかな。いや、これ قسم بالله مرة زعلت على ساشا。もしかしたら別の道があったんじゃないかって、そればかり考えてしまう。僕は誰よりもエレンを理解しているつもりだった。ミカサよりも。でも、もうわからない。すいません、ここは。あれしなんか近づけじゃねえよ。おい、ニコロ、大丈夫か。おい、レトバクラ、ハッバー。本当にサジャは死んだのか。ムスケ。なんで飛行船に乗り込んできた子供に撃たれたって。そんなバカな話があるか。حبها عشانها أكلت كده يعني ليش من ماما؟ والله ما كانت إنسانة عادية. أولي ما يدان قاعدة ما سمعني. نعم دي أولي نعم أمر. أولي أتدى ميشي ويوي شتى تدك ده. أيزني. أماي مو يباي كواش تكريت يا رب. عند هي جيدة مرة تعشق الأكل. جاها طباخ. あとみんな全部じゃあ双子みたいなもんだった。自分が半分なくなっちまったみてえだ。あなた娘が世話になったようやね。娘さんは俺の料理を誰よりもうまそうに食べてくれました。だからもしよかったら俺の料理を食べに来てください。もちろんただなんやろ。めちゃめちゃ。珍しいですね、先輩ちゃん。戦勝と報じたわけか。恐ろしいね、何も知らないってのは。
お前を殺して死体を回りに行く。全部を明るみに出す。だが、お前の言う秘策とやらが本物なら、切り刻むのを少し待ってみる。يعني حتى لو ساعدتنا برضه ما قطعك。寛大なお言葉に感謝いたします。だが、俺をエレンと合わせるのが先だろ。そう、急いだ。お前に最上級のホテルを用意した。まずはそこをゆっくり休んで。ああ、おしゃくれ、セイジュン。セイジュンに合し。なあ、睨むの。これで全てです。كمان يتفسخ يطقطق عليه ترى جهزنا لك فندق مرة خمسة نجوم. جيبن ده روا. وش ده؟ نانتو كانش أوموشي أجيبا يوي كتوكا. أنت شفت أنت بعدي؟ كاريش كنا. الإبر والجوانب هذا حقت حقنا ال. شان العمالة قايش ده؟ يوشي وتابع كتوه. أكو مشو جوني شتوشي كارو. كونو سان نينكا. إلديا جين نو يوجين ده أر كتو شوميه شتكيتا تسموري. 残念です。私たちが持ち込んだこの銃はエルディア人に自由をもたらす銃なの。ああ、レイシ。虫のいい話ですまんが、我々の虫の間だけ目をつぶってくれぬか。ジークに枷をかけぬわけにはいかんのだ。オッケー、でも、でもジークに入るんでは。ピクシス氏、すぐにまた我々と食卓を囲む日が来ますから。俺のホテル。シフィー、レイシマスカ。何か不満でもあるのか。巨大寺の森だ。これ以上お前にふさわしい宿はねえよ。もっと生き量でたくさん遊べそうだしな。なあ、リバリ兵長。ガビとファルコにもこの雄大な自然を見せてやりたいんだが。ガキが雄大な自然を拝めるかどうかはお前次第だ。エレンは一人でもやるつもりだった。エレンに協力しても見放しても最悪の選択になっただろう。とにかく大勢の人間を殺した。戦艦も軍人も民間人も全てを巻き込んで突然全てを奪った。でもあの軍港が健在だったら、すぐさまマーレ軍はこの島に報復攻撃しただろう。شفتي؟ يعني مضطر. مشكلة دحين بعد ما سوى ده كله. كده العالم كله حيق. أوه. هذه لسه لين دحين ما طلعت من هنا. أوف أوف أوف. ليه ما حد كسرها ولا أكلها ولا سوى شيء؟ ما يقدر يكسره. ليه مو بالفم هذا؟ بالفم بس ما معاهم. صح. تتكاوى نكلي مكاتي ناي. تتكاوى. واللي جسم هنا. تتكاوى. واو. اوكي. الحلقة. ليه خلصت؟ 24 دقيقة ايش تبغى؟ ايش فيه؟ استوجلست. والله حقيقي الشيء ده انتبهنا له يا اخي، كل حلقه احسها اقصر من اللي قبلها. فالاحداث والله فعليا كل ما لها تطور كل ما لها تصير جميله. الحلقه هذه هادئه جدا وانا مره مبسوط بالهدوء في الحلقه هذه. خلاص انا اعصابي شدت مع كل حلقه، فعليا بيجيني توتر من قوه الحلقات اللي قبلها. فالهدوء ده شكرا شكرا، انت كده ريحتني روقتني كده فاهم. بس انا عارف انك شكلك روقت اليوم، كان جاي على بالي اصرخ. انت روقتني، شكله في شيء قدام حيجيب اجلي فاهم. قيدك انت شلت ساشا خلاص. فشكرا، الحلقه هاديه والله. شكرا، شرحت لي اشياء كانت اسئله في دماغي. شكرا، بس برضو حاليا في اسئله تانية، يعني ايش بهم كده قلبوا على الجنود المار اللي اصلا هم كانوا معاهم يعني. بس في شغله قبل ما انساها، يعني نسيتها في بدايه الحلقه، اللي قاعد يقول لي انه انا انفعلت او احنا انفعلنا بزياده على ساشا.
ساشا غير انه عشنا معاها وغير انها شخصيه مره محبوبه وغير انه يعني انسانه مره عفويه وتحب الاكل وروك انك قد ايش هي مره تعشق الاكل. ترى ساشا ماتت وهي جيعانه، تخيل بس الموقف. ما ادري يعني انا بجيبها بطريقه مره سوداويه اكثر، بس ترى ساشا ماتت وهي جيعانه. تخيل الانسان يموت وهو جيعان نفسه في لحمه من اول، قاعده تقول له من انا برجع اكل، واخر شيء اخر شيء قالته اخر كلمه قالتها لحم، ابغى لحم. فموتتها مره كانت مؤثره. على كل حال الحلقه ايش رايك فيها كذا السريع؟ حلوه والله، فيها معلومات مره مهمه. في برضه اشياء فهمناها كانت من اول كذا، فيها شويه غموض فيها شويه لخبطه كذا، فاحسها ترتبت الحين. فعليا فعليا يعني انك انت ترتب لي القصه، مو كل والله كل حلقه لازم يكون فيها ضرب، لا بالعكس. شكرا على الحلقه هذه، شكرا على الشرح اللي فيها، صراحه حلقه مره جيده. وبس والله كذا خلصت حلقتنا اليوم، اتمنى تكون عجبتكم. لا تنسوا انكم تعطونا لايك وتشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو هذا لحبايبكم. اكتبوا رايكم في التعليقات تحت على الانطباع عن هذه الحلقه الهادئه نوعا ما. و لا تنسوا حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، تلاقوها تحت في الديسكربشن. حلقة ممتعة. اوكي، خلصت حلقتنا اليوم، نشوفكم بإذن الله في الحلقة الجاية، والسلام عليكم.